أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لمواصلة التنسيق بين مصر وإريتريا والصومال بصفة دورية بما يحفظ مصالحنا وأهدافنا المشتركة. كما جدد السيد الرئيس التزام مصر وتعهدها ببذل أقصى الجهود لخدمة أهداف ومصالح وتطلعات دول وشعوب منطقة القرن الأفريقي. وأتطلع لمواصلة التنسيق بيننا بصفة دورية بما يحفظ مصالحنا وأهدافنا المشتركة. كما أجدد تأكيدي على أن مصر لن تدخر جهداً ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا بمنطقة القرن الإفريقي من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً.